اتفضل. أنا اسمي عوض طه عوض من جزاية مركز منوف، طالب مساعدة مع المعاش اللي ماخده من معاش أبويا 500 جنيه، وطالب طرف رجلي عشان عمل رجلي بقى، عامل عملية بيت عاوز طرف رجلي. بهي عبد العظيم محمد أمين، فأنا بقالي 5 سنين يعني جوزي تعبان، وبالحالة اللي هو فيها دي تعبان زي ما هو تعبان كده. فأنا مصدرنا يعني ومدخلنا إن إحنا شوية بجيب عيش، معانا بطاقتين كده بشتغل بجيبهم بيهم العيش بالليل، بطلع الصبح أنا وبنتي أوزعهم على دماغنا، وأهي ماشية معانا بقى. عامل بتاخدي قد إيه من البطاقة دي؟ البطاقة بتاخدي من الناس والله تشتريها؟ صدقيني في بطاقة بتديني 7 جنيه، وفي بطاقة بتديني 10 جنيه، وفي بطاقة بتديني 15. يعني على حسب مش ما كله ياخد لحد الشيك. شوفي بقى 7 جنيه من طول الشهر تودي لهم العيش لحد باب البيت ب7، وفي ب5 جنيه، ما تزعليش ماسكين على ايام من اول ما بدات بقى لي 5 سنين، وفي بطايق بتديني 15، وهي بقول له دي بتشيل دي، وهي ماشيه الحمد لله معايا يعني الخمس مع القبض بتاع ابو امان، وهي ماشيه تمام. طب على القلوب الرائفه ربنا. المية والصيف؟ المية الحمد لله دخلنا بقى يعني احنا جارينا عليها شويه، وربنا يخلي الحمد لله دخلت لنا المية الحمد لله.